الله أكبر الله أكبر. نلاحظ النيران تشتعل في أحد المنازل جراء القصف الصاروخي العنيف من قبل قوات النظام الأسد الغاشم على أحياء درعا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيام أفراد محاولة أفراد من عناصر الجيش الحر من إطفاء النيران المشتعلة في أحد منازل والممتلكات الخاصة بالمدنيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ما انت رح ما تقدر تجيبني يا شباب.